أستاذ. بفضلك قدرت ضل ساكنة ببيتي بين أهلي وجيراني وبالمكان اللي بحبه أنا وبنتي، بس هاد ما بيعني إنه فيك تجي لعندي عالبيت إيمت ما بدك. مانك ملاحظ إنك عم تتدخل بحياتي زيادة بتصرفاتك هي؟ هدي أستاذ شوي شوي لو سمحت. ليك نحن كنا رفقات مقربين من زمان، وانت شو عملت؟ غدرت فيني وصرت تكذب علي. لك حتى لحد مبارح وانت عم تكذب. تعرف منيح انه بنتي باري بتحبك كتير، وكرمال هيك صرت تحاكيها وتسايرها وتحاول تتقرب منها مشان تقدر تقرب مني وتحاكيني بهاي الحجة، مو هيك؟ يا جفاردان شو دهاري، ما لازم يفوت على بيتي، وما بدي يكون في أي تواصل بينه وبين أي حدا من عائلتي. العلاقة الوحيدة اللي بتجمعنا إنه صاحب البيت وأنا مستأجرة، وغير هيك ما في شي بيننا. شبهك؟ شو صاير؟ ولا شي. لك ليش معصب؟ تعال هون. لا أنا بس يعني قلت لك تعال هون. فهمني شو عم يصير معك؟ مشغول بقلي شوي. على شو؟ كيف يعني على شو؟ إلي ساعة عم دق لحفيدك وما عم يرد علي، شو بدك يعني أعمل؟ إيه لا تاكل هم، هالمشكلة بس للنسوان، بيدقوا لزواجهم وما بيردوا عليهم. تعرف يا جاكو شو مشكلتك؟ انه لما امزح معك بتصير بتحكي بجدية، ولما احكي معك عن شي جدي بتصير بدك تمزح معي. اذا ما رد بيكون مشغول شوي. مو هيك القصة، هو راح ليشوفها لنيها وعساس يدق لي بس يطلع من عندها لحتى نروح المكتب لانه في عنا اجتماع ضروري كتير. عن جد راح يشوف نيها؟ خلص لا تزعجه، بس يخلص بيجي ولا تحاول تدق له. قال عم بشكي للجد انه حفيده ضايع ومو مبين وما بنعرف عنه شي ابدا، وهو شو بيعمل؟ بيوقف مع حفيده عن جد. برافو. طبعا رح وقف معه ودعمه، ولا لشو جودي؟ ليك في عندي فكرة جاكو، تعال زيارة على المكتب وعمل اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة وخبرهم وضعه، قلهم حفيدي مو فاضي بعد اليوم، لهيك من هلأ وطالع رح ياخد إجازة وما عاد رح يجي على الشركة.